عليكم طيب كيحييكم مرحبا بكم خوتي اخواتي. اول حاجه كالعاده غادي نرحب بالاخوان اللي انضموا جداد للقناه. مرحبا بكم خوتي طيب كيحييكم و تيقول لكم مرحبا. اليوم اخوتي غادي نتكلموا على واحد الموضوع سبق ان تكلمنا عليه ولكن مازال الاخوان كيعاودوا يسولوني عليه، وهو قضيه قطر بلا فيزا. كاين شي اخوان ما فهموش الفيديوهات اللي سبقوا، غادي نعاود نشرح بالتفصيل، وكنتمنى انك تتبع معايا الفيديو للاخر باش تفهم مزيان هاد الكذبه اللي باعوها للمغاربه، الا وهي قطر بلا فيزا. هذا واحد رئيس مجلس النواب ولا سميتو داك الحبيب المالكي هو اللي كان جا لهنا لقطر وتلاقى بشي مسؤولين قطريين هنا، كان جاي يمثل جلاله الملك، وقالوا ليه بان قطر غادي تسهل دخول المغاربه اليها، يعني غادي تعفيهم من الفيزا، ولكن ماشي المغاربه كاملين. المغاربه اللي تعفاهم من الفيزا وهما المغاربه اللي عندهم اقامه في دول مجلس التعاون، والمغاربه اللي عندهم شنغن، والمغاربه اللي عندهم الاقامه في الولايات المتحده الامريكيه وما جاورها كندا الى اخره. هادو هما اللي تعفاو من الفيزا، ولكن ما يمكنش لهم يجلسوا هنا في قطر اكثر من شهر. كيمكن لهم يجيو في الوقت اللي بغاو القطار ويدخلوا، ولكن ملي كيوصلوا للمطار هنا في قطر كيتسلموا تاشيره الدخول مدتها 30 يوم. هذا هو القرار. لكن هذاك الوزير اللي ذكرت لكم باع للمغاربه الوهم، قال لهم قطر بلا فيزا، والمغاربه غيسمعوها وطلقوا لك واحد الحمله. قال لك اسيدي قطر تنادي الاخر يطفي الضو، ترى بغى كلشي باغي يخرج، كلشي باغي يخرج البلاد، حتى واحد ما بغى يجلس فيها. اذا اخوتي هذا هو التوضيح ديالي. الناس اللي كيقول لك واش قطر بلا فيزا، قطر راه باقا بالفيزا، اللي بغى يجي يخدم في قطر لازمو فيزا ديال عمل، عقد عمل صادر من داخل دولة قطر ويسلموا في المغرب ويروح للسفارة ديال قطر اللي موجودة في الرباط ويطبع تأشيرة الدخول لدولة قطر مدتها 3 أشهر. من بعد ذلك كيسول الوضعية ديالو وكيمكن له يشتغل هنا في دولة قطر. إذن هذا هو التوضيح ديالي الجزء الأول. الجزء الثاني، بزاف الاخوان سولوني قال لك اسيدي بغاو يجيو يخدموا هنا في قطر، شنو هي الطريقه؟ كيفاش؟ كاينه واحد الطريقه، وهاد الطريقه كاينين هنا داخل دولة قطر كاينين مكاتب ديال التشغيل. وتصنت مزيان الكلام اللي غنشرح لك، تصنت مزيان، كاينين مكاتب ديال التشغيل. هاد المكاتب ديال التشغيل شنو كيديروا؟ تيتكلفوا بجلب اليد العامله، وكاينين مغاربه هنا كيبيعوا الفيزا في المغرب. يعني مثلا انا غادي نمشي عند مكتب التشغيل وغادي نقول له بغيت 3 أو 4 ديال الفياز ديال المغاربه، غادي يعطيني هو هذاك مكتب التشغيل هذوك الفياز، ولكن بمقابل، اسمع مزيان، بمقابل، يعني خصني انا ندفع ليه، كيطلبوا منك واحد القدر مالي، كتمشي كتدفع، كنمشي غندفع انا هذاك القدر مالي، غاعطيني مثلا 3 الفيزات، كل فيزا الثمن ديالها. انا ما عارفش هذه الفكره، ولكن انا استقصي ما عارفش شحال كيسوى الثمن ديالهم، ولكن انا سولت في هذا الباب هذا واكتشفت المعلومات التاليه اللي غادي نوصل لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنروح لهذاك المكتب وكنطلب فياز ديال مثلا 3 المغاربه، وكنشوف انا كندبر على 3 المغاربه في المغرب، وتنقول لهم مثلا عطيوني 2 المليون 3 المليون الواحد. دابا انا صيفطت لك الفيزا للمغرب ياك، شديتيها انت عطيتيني الفلوس، ملي كتجي هنا للقطر كتدخل هنا كنصايب لك الاقامه، هذاك المكتب هو اللي كيصايب لك الاقامه، لان علاش؟ لان انت كتدفع ليه الفلوس ديال الاقامه اللي غيصايبها لك هو، كتدفعها ليه انت من هذيك الفلوس اللي كتعطيه في المغرب، كتدفعها، كندفعها ليه انا، كندفع ليه، كنقسم انا وياه، كيقسموا بيناتهم قاسم، سيدي قاسم، ماشي قنيطره ولا دار بيضاء ولا كازا، سيدي قاسم، تيقسموا بيناتهم. المكتب كيدي النص، انا مثلا غندي النص، هكا كيتعرضوا المغاربه للنصب. واسمع مزيان هادشي اللي غنقول لك، اللي غتشري الفيزا في المغرب، ملي كتجي انت لهنا لقطر كيصيبوا لك الاقامه الاولى،
العام الاول كيصايبوك الاقامه وتيعطيوك مده ديال 6 شهور وانت اقامتك عليهم. ملي كتدخل هنا لقطر تيقولوا لك قلب على راسك، خاصك تقلب على راسك هنا في قطر، دبر في خدمه وتقلب في على من تنقل الكفاله ديالك، لانك انت كتجي على كفاله المكتب كتقلب على من تنقل الكفاله ديالك. يعني خصك شي واحد هنا قطري تقلب عليه دير ليه نقل الكفاله وتشتغل معاه. من بعد ما كتبقاش انت على المكتب، ديك الساعه كتدبر انت على راسك. هذا هو الباب الثاني، هذه هي الطريقه اللي كيديروا الدراري اغلبيه ديال المغاربه اللي كيجيو هنا وما تيلقاوش لا خدمه لا والو. هذا هو الشيء اللي كيوقع لهم، يعني كيجي لهنا خصو يقلب. من بعد كيعطيوك مهله ديال 6 شهور، كاين اللي تيصبر عليك حتى العام، ولكن راه ما يفوتكش عام. علاش؟ حيت هو خاصو تنقل انت الكفاله ديالو باش يمشي هو يطلب فيز اخرين ويبيعهم. وتصنت مزيان هذا الكلام، يعني ملي غادي تجي انت لهنا خاصك تقلب على ما تنقل الكفاله ديالك، تقلب على خدمه اخرى. يعني راه ماشي كتجي لهنا كتبدا خدام، لا، الناس اللي كيشريو الفيزا ما كيجيوش لهنا كيبقاو يلقاو خدام، كيجيو هنا كيقلبوا على خدمه، كيصايبوا لهم الاقامه وتعطيهم مثلا عام او 6 شهور خصو يقلب فيها على راسو. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني، بالنسبه للجزء الثالث، كاين الاخوان اللي كي مثلا كاين اللي كيبغي يجي سياح. مثلا بغيتي تجي سياحه، السياحه ما يمكنش يجيو الا الناس اللي قلت في الاول، اللي هما تكون عندك اقامه داخل دول مجلس التعاون، او تكون عندك شينغن، او تكون عندك اقامه مثلا في امريكا او في كندا، او المهم تكون عندك اقامه في الدول هذو. هادو هما المغاربه اللي يمكن لهم يجيو سياحه لقطر. هادشي ساري بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للجزائريين. هاد القضيه ديال شينغن وديال الاقامه وداكشي، هادشي ساري بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للجزائريين. اذا كان هذا هو الدرس ديالي اليوم. غادي نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليوا لي تعليق، اي واحد عنده شي سؤال يخلي لي تعليق، وانا غادي نبحث ان شاء الله ونفيدكم بالمعلومات. وكنتمنى نكون وصلت لكم شي حاجه باش نفيدكم. عبد الصمد يحييكم وتيقول لكم نتوما ناس رائعين، ما تنساوش جيم لهذا الفيديو باش توصل المعلومه بزاف، وبارطاجيوها مع اصحابكم باش تاهما يستافدوا. والاخوان اللي كيشوفوا اول مره الفيديوهات ديالنا كنطلب منهم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، باش اي فيديو ان شاء الله نزلناه يوصلكم نتوما الاولين وتكونوا من المشاهدين الاولين. يلا ديب كيحييكم وتيقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم، وانتظروني ان شاء الله فيديو جاي قدم لكم معلومات جديده، وهذه المعلومه غادي تكون اجابه على الاسئله ديالكم اللي غادي تخليوا لي في التعليق ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا السلام عليكم.